كيفاش حنا اللي سمينا لافريك دو نور، لافريك دو نور وما ادراك ما لافريك، حنا نوليو غرب شبه جزيره. نهار تقنعوا بها هذه يتوحد الشعب الجزائري، لانه الوحده راه يحول الهويه. علاش كاين اسم عائلي يسميوه باش يقول هاد الناس فاميليا وحده، دونك وحده. علاش نقولوا لا سيلول فاميليال، الخليه الاسريه، لانها وحده لبناء مجتمع وبناء الشعب. نفس الشيء بالنسبه للدول والشعوب. الله عز وجل يقول إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذه باش تضيفوا معلوماتكم، كلمة شعب ذاك الوقت ما تكزيستيش، يعني بالنسبة للقرآن الكلمة هذه عندها أبعاد كبيرة كبيرة كبيرة، يعني كانت استشرافية مستقبلية فيتوريست. ما هما هذاك الوقت ما فاهمينهاش كلمة شعب. الجماعة اللي كانت تسركل هذاك الوقت تما ما فهمهاش واش معناتها شعب. قرات الآية بصح ما تعرفش واش معناتها شعب، تعرف قبائل بصح شعب ما تعرفهاش. اون بارلي با دو شعوب هذاك الوقت. دونك لونيون سي اوتور دو ليدونتيتي ناسيونال، حول الوحدة الوطنية. دابور شكون حنا؟ هذا يقول لك انا شرف، انا من اليمن، انا بون. اقنع باللي دركا راك في نيميديا وراك فيك دم الامازيغ، واقنع باللي راك هنا وماكش عربي وما تعربناش، ولا كان راك قانع باللي راك عربي 100% راك تسمى ضيف عندنا مهما طال الزمان. تقدر تكون عندك من ناحية المدنية الجنسية الجزائرية، لكن من ناحية الأصلية تبقى إنسان أجنبي، لأن الأرض أمازيغية، الأرض أمازيغية، الأرض أمازيغية، الجبال أمازيغ، كما قال مفدي زكريا. قال لهم قلتم الإسلام قلنا مرحى، قلتم العروبة قلنا كسيلة أولى. كما قال مفدي زكريا، أجدادي أمازيغ، لسنا عرب. نهار تقنعوا بهذه تكونوا تقدمتوا خطوة كبيرة في توحيد الشعب الجزائري. عندي سؤال تسامي دوك، فصام بقيتش نزيد نطول بزاف. سؤال يعيشك، لو قامت الحرب العالمية الثالثة، الجزائر مع من تحارب؟ مع الروس والصين أو مع أمريكان وأوروبا؟ سؤال جبد المام سي سامي دوك. أولا الحرب العالمية الثالثة رانا فيها ديجا، رانا فيها مع كورونا، هذا رانا فيها. الحرب العالمية الثالثة بالمفهوم تاع حرب عالمية بالميسيل ضرب هذاك، ماكش حتشوفها بربي إن شاء الله، ما تكونش تكون مناوشات. تكون درك الحرب ولا تحرب بار بروكوراسيون، صادير ماشي القوي يضرب القوي كيما الكومبات كوك. قال جيب حفتر وضرب به سراج، وجيب هذاك ودير مشكل بين ليبيا وتشاد ودير سي بار بروكوراسيون. ماتنون سي اون سوبوز، يعني ندخلوا في الخيال، قال بحرب عالمية ثالثة الجزائر مع من تحارب؟ الجزائر تو سامبلومون ما راحش تحارب، راح تكون قرض للحرب، لانه راك تهضر على حرب بين الروس والامريكان والصين واوروبا. احنا ما نشرح نحاربوا، احنا راح نكونوا فيكتيم. كي تحوس تفهم راح نساندو شكون، اوتوماتيكمون سي لا روسي. كي تقول حرب عالميه ثالثه اون ديفيان اوتوماتيكمون اون باز روس، سينو لارمومون تاعنا كل يولي كادوك، on pourra même pas avoir de munitions بعد. Donc en cas de guerre تولي روسي. Mais comme la guerre مش قضية سلاح ورصاص برك، على سبيل المثال الحرب العالمية الثانية من عناصر الأساسية لنصرة الحلفاء هي مجموعة من الناس الرياضيين، الماتيماتيسيان، يعني دي ماتيماتيسيان اللي ديكريبتو ولا ماشين انيغما. فوالا دونك هذه الجزائر تعتبر قاعده اوكازيونيل بيان سور للترسانه الروسيه، سا سي كلير، سا سي كلير.
هذا اللي الجزائر عندها دي زافونتاج في لاكيزيسيون دارمامون، ماشي كيما يقول لك الناس نشريو في الزباله تاع الروس. نو حنا نسرقوا، الجزائريين يسرقوا، لارمي تاعنا تسرق في لي كونطرا. وي يسرقوا في لي كونطرا حاجه تاع 10 دولار يشريوها هما 25 دولار، بصح لا كاليتي دو برودوي كاينه، لا كاليتي الي لا، مي نشريو بالدوبل باسكو يسرقوا، باسكو الله غالب الخماسه لازم يديو التيبا تاعهم. فوالا تو سامبلومون. Je vais voir deux ou trois questions. Oui, merci Milaha, merci. Inch'Allah, bientôt, je sors de l'hôpital. Barbe, Inch'Allah, c'est pour bientôt. Et Alhamdoulilah, tout est rentré presque dans l'ordre. Je m'étais fait les gars, 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 les gars. On est la coquille vide. Tu passes ton temps à dire n'importe quoi. Tu brasses du vent. Et si dis-je je brasse du vent, tu je déchire. De quoi tu te mêles? Qu'est-ce que tu fous là, qui est embrassé vers le vent? Ou la coquille vide, elle dit. Je connais quelqu'un qui m'a fait le jet jet. Il vous dit ça la coquille vide. Je crois. Il crie bec bec hier. Et je perds pas mon temps là, parce que je perds pas mon temps, parce que oui, je perds mon temps pour le quoi valait qui m'entend. On m'a laissé me faire. Je perds mon temps. Donc, bon, je l'ai amené à deux les systèmes S400, S300, S500. Ça, c'est pas une question importante. شوفوا جماعة له القذافي ما كانش عنده سلاح، ولا العراق ما كانش عنده سلاح، ولا سلاح سي الاستعمال تاعو تاني. ما تنساوش حاجة، مهما كان تطور الأسلحة الإنسان يلعب دور كبير. الإنسان ما زال هو العنصر الأساسي في كل الجيوش، سلام. قبل ما نختم كاين هي ماشي سؤال، هي حوار صغير صرا بيني وبين زوج جامعيين جزائريين. خلينا من الكوابة، عندك الحق، تكون بالوكالة في كرايا الحرب، تكون درك حاليا قضية أوكرانيا راهي حرب باردة بين السوفيت وبين الحلف الأطلسي. ما تنسوش حلف فارسو كي تنحى يخلق هذيك مجلس التعاون الدفاع نتاع الدول الجمهوريه تاع اكس روسيا. افهم بالعربيه، الله ما يبارك فيك، يقولوا على اساسيه.